حياكم الله سادتي الكرام إلى موجز أخبار مؤسسة الشهداء. رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي يعقد اجتماعا موسعا لمدراء المديريات في بغداد والمحافظات. النائلي وخلال الاجتماع استمع إلى عرض مفصل للإنجازات التي تقدمها المديريات لذوي الشهداء، كما اطلع على عمل الأقسام والشعب فضلا عن مناقشة مقررات جدول الأعمال، والذي تضمن فتح شعب للتقاعد في مديريات المؤسسة والبقاء على ارتباط المديريات في المحافظات بالخزائن مباشرة. مدير مديرية شهداء مدينة الصدر عباس فرج ماهي يوزع منحة البدل النقدي على عدد من ذوي الشهداء ضحايا الإرهاب في مبنى المديرية. مدير المديرية أكد أن تلك المنح توزع تكريما لما قدمته عوائلنا المضحية في سبيل الوطن واعتزازا بما قدمه شهداؤنا الأبرار من تضحيات جليلة. وفد من مديرية شهداء ديالى برئاسة مدير المديرية فاضل المعمور يزور مديرية تربية ديالى ويبحث مع معاون المدير العام للشؤون الإدارية قاسم المعمور كل ما يتعلق بقضايا الطلبة من ذوي الشهداء وضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم لكونهم النموذج الواعي والطموح في المجتمع. مدير مكتب الكبايش التابع لمديرية شهداء ذي قار عقيل مسلم يزور قائم مقام القضاء كفاح شناوة ويبحث معه تيسير الأمور أمام عوائل الشهداء في القضاء، كما وتضمن الحديث وضع خطة عمل لحل المشكلات والمعرقلات التي تواجه عوائل الشهداء، وذلك لنيل كافة الحقوق التي نصت عليها بنود القانون من منحة عقارية وقطاع أراضي وجميع المستحقات الأخرى. وفد من مديرية شهداء البصرة يزور عائلة الشهيد مرتضى جبار وحيد عليوي ويلتقي بعائلة الشهيد الساكنة في قضاء شط العرب التنومة، وتم الاطلاع على أحوالهم الصحية والاجتماعية وتدوين احتياجاتهم في سجل الباحث الاجتماعي. من جانبهم ثمن ذوو الشهيد موقف المؤسسة بمتابعة أحوالهم والاطلاع عليها. سادتي الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام أخبار مؤسسة الشهداء لهذا اليوم. ختاما، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.